أراهن على أي حاجة إن كل اللي هيتفرج على الفيديو ده اتحط في الموقف ده قبل كده. عايزة نام ومش عارفة نام، تعبانة ومش نايمة كويس من امبارح بس برضو مش عارفة نام، ولازم أصحى بدري بكرة، لازم أنام. ومشكلة اللي هكلمكم فيها النهاردة مش overthinking أو التفكير الكتير أو حتى الأرق، أنا هكلمكم عن قانون اسمه The Law of Reversed Effort أو قانون الجهد العكسي. القانون ده بيقول إن السبب اللي مخليني مش عارفة نام هو إن أنا عمالة أفكر في النوم وعمالة أبذل مجهود في إني أنام، مع إني كل اللي محتاجة أعمله هو إني أعمل أو أفكر في أي حاجة ملاش علاقة بالنوم. في ناس بتحب تقعد تعد خرفان، وفي ناس بتركز مع التنفس بتاعها، وفي ناس زي بيحبوا يسمعوا حاجة وهما نايمين. أنا ساعات بسمع يا إما مسلسل تافه يا إما كتاب صوتي، ما لهمش علاقة ببعض بس الاثنين عادي ممكن ينيمون. المهم ان اول ما شيل فكرة النوم من دماغي هنام. القانون ده مش للنوم بس، ده كان مجرد مثال كده، لكن كل حاجة في حياتنا بيطبق عليها القانون ده. انا عارفة ان ده عكس كل حاجة بنتعلمها في حياتنا، بس القانون بيقولك ان كل ما تبذل مجهود كتير جدا في انك تحقق حاجة كل ما نسبة نجاحها هتقل. ايوة، لو قلتلكم دلوقتي اوعوا تفكروا في فيل لونه احمر ومنقط دواير سودا، فكرتم؟ لو فضلتوا تقولوا بقى مش عايزه افكر في فيل احمر منقط اسود، مش عايزه افكر في فيل احمر منقط اسود، مش هيطلع من دماغكم. لكن لو سبتوه وقعدتوا تفكروا في حاجات تانية هتلاقوا ايه ده، انا نسيت الموضوع ده اصلا. نفس الشيء مع اي حاجه تانية. طب انا هقول لكم على حاجه لسه حاصله امبارح. انا بتمرن في باند، بغني وبعزف جيتار بس لسه مبتدئه جدا خلاص، وكان عندي حفله امبارح، كانت تاني مره بس اطلع على الستيج واغني مع الباند. فضلت اتمرن واتمرن على الجيتار واتمرن على الغنى واحفظ الليركس بتاعت الاغاني كويس جدا، وعمال اقول انا لازم ما انساش الليركس، انا لازم ما انساش الليركس. طلعت على الستيج من كتر ما انا خايفه انسى الليركس، اول اغنيه تاني جمله بلاك اوت. طب ليه عملت كده؟ مع اني انا وانا لوحدي وحتى انا مع الباند لما نكون لوحدنا في ريهرسلز كنت بعمل احسن من كده بكتير، عشان انا كنت حاطه في دماغي ان انا لازم يكون في نتيجه معينه، والنتيجه دي ان انا اعزف كويس اغني كويس وبقى احسن ما عندي. اول ما بيكون في ضغط ان في حد هيشوفك او في مكسب او خساره او نتيجه معينه لازم نوصل لها، اول ما ادائك مش هيكون احسن اداء، والعكس الصحيح لما بتنسى ان في نتيجه او ان في مكسب او خساره وتكون مركز بس على اللي انت بتعمله ادائك هيبقى احسن بكتير. يعني مثلا انت بترسم عشان انت بتحب الرسم مش عشان لازم الرسمة تطلع حلوة، بتشتغل عشان عندك موهبة معينة أو سكيل معينة وعايز تستخدمها أو عايز تضيف قيمة، مش عشان لازم بعد الشغل ده على طول يجيلك فلوس أو أدائك يبان إن هو كويس قدام مديرك. عادي يكون عندك أهداف بس الضغط ما يكونش على إنك تحقق الأهداف دي، ما يكونش فيه ضغط اصلا وتكون بس مركز في اللي انت بتعمله. هقول لكم حاجه عجبتني قوي قريتها في كتاب فن اللامبالاه بتاع مارك مانسون، كان بيقول ان احنا لما بنعوز حاجه قوي زي مثلا ان عايزين فلوس اكتر، عقلنا الباطن بيترجم ان ده معناه ان احنا مش معانا فلوس او حالتنا صعبه او فقراء، مع ان ده في حالات كتيره قوي ما بيكونش حقيقي، احنا بنكون معانا فلوس عادي بس اخترنا انها مش كفايه او اخترنا ان احنا نعوز اكتر. لكن المشكله ان لما عقلنا بيقتنع ان احنا حالتنا صعبه قوي كده ثقتنا في نفسنا بتقل وبيبدا ادائنا بيكون اوحش، وفعلا قدرتنا ان احنا نكبر دخلنا مثلا هتضعف. ونفس الحكايه مع اي حاجه بنعوزها قوي، اول ما بنعوزها قوي عقلنا بيترجم انها مش عندنا، ولما بنحس انها مش عندنا بنحس بالنقص، ولما بنحس بالنقص ادائنا بيضعف. من الاخر الكتاب كان برضو بيأيد القانون العكسي جدا، وكان بيقول ان احنا ما ينفعش نعوز حاجه قوي قوي قوي، لا لازم نتقل كده، ويعني وهي ان شاء الله هتبقى تتحقق لوحدها. لما عملت بحث في الموضوع ده لقيت كمان ان ناس كتيره قوي بتقول ان ده نفس اللي بيطبقه الناس اللي في فلسفه التاوزم، ده تقريبا دين منتشر قوي في الصين، والمبدا ده او الفكر ده اسمه ووي حاجه كده، واخدين بقى الموضوع من ناحيه روحانيه، وبيقولك انت لازم تتقبل الحاضر بكل ما فيه وتعمل اللي عليك وما تتمسكش بالنتيجة. مش بيفكركم بحاجة؟ التوكل، هنسميها القانون العكسي زي ما سماها ألين واتس، أو قانون المجهود العكسي زي ما سماها ألدوس هاكسلي. في الآخر إنك تعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا وتكون راضي عن النتيجة، وهو ده اختصار قانون المجهود العكسي يا جماعة. وبالرغم من إن أنا بسطته لكم خالص في الفيديو ده، بس هو الحقيقي إن هو مش بسيط قوي كده، فلازم نقعد نفكر بعض بيه كل شوية. لو استفدتم من الفيديو ده ياريت تقولولي رأيكم في التعليقات، وأي تجارب ليكم مع قانون المجهود العكسي أو إن انتوا تكونوا حاجة ما بذلتوش فيها مجهود وتحصل لكم. ولو عجبكم بليز اعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات تانية. أشوفكم في الموضوع اللي جاي. باي.